بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. إن شاء الله نكمل اللي بدأناه في شرح مادة الهندسة الصحية التالتة مدني. كنا اتكلمنا قبل كده على العمليتين بتوع التريتمنت اللي هم عملية السيدمنتيشن الترسيب وعملية الفلتريشن وهي الترشيح. دلوقتي هنتكلم على المرحلة الثالثة والأخيرة من عملية البيوريفيكيشن او التريتمنت وهي عمليه الديس انفكشن. يبقى احنا عندنا ثلاث مراحل في التنقيه دي. طبعا الفلو لاين دايجرام اللي قدامك دوت بيشرح كده احد المحطات. يعني احنا اتكلمنا في الاول في قبل ما الدراسه تتوقف على خصائص المياه اللي جايه لك، وبعد كده اتكلمنا على الانتيك ستراكشر اللي هو المأخذ المنشأ اللي قدامك دوت كده، لحد ما خدنا المياه عشان ندخلها لمين؟ للمراحل بتاعه المعالجه. ايه هي مراحل المعالجه؟ اول مرحله فيهم هي عمليه الترسيب بنوعين، بالنوعين اللي احنا قلنا عليه، ان الترسيب الطبيعي ان انا ادخل الميه على حوض الترسيب على طول، او الترسيب الكيميائي اللي انت شايفه في الرسمه اللي قدامك دي، ان انا بدخل الميه ويتحط معاها شابه او شابه اهي او كلوريد الحديد لو الميه فيها الوان عشان يكون الفلوكس، وبعد كده اعمل لها فلوكيوليشن ثم سيديمنتيشن. المنظومه دي لازم تكون فاهمها ولازم تكون عارف امتى نستخدم دي وامتى نستخدم دي عشان المشروع اللي ان شاء الله هتسلموه. ان شاء الله المادة هتكون مشروع بحثي، هتصمم محطة كل طالب هينزل له ديزاين داتا بيانات خاصة بيه، كل واحد غير التاني. الدكاترة هتجهز الحاجات دي على اول شهر 5 تقريبا وهينزل لكم التفاصيل كلها. بس خلاص احنا الصحية تقريبا يعني الدكاترة اتفقوا على ان هي تكون مشروع بحثي. فحضرتك بقى هتصمم المراحل دي. اول مرحلة اللي هي السيديمنتيشن، يليها بعد كده مرحلة الفلتريشن حسب نوع الفلتر اذا كان سلو ساند فلتر او رابد ساند فلتر، ثم بعد الفلتريشن في حاجه اسمها ديس انفكشن. الديس انفكشن او التطهير ده هو عمليه الغرض منها ان انا اشيل اللي باقي او الكائنات الحيه الغير اللي هي الممرضه، يعني الكائنات الحيه اللي موجوده في المياه زي البكتيريا والطحالب والحاجات دي اللي ممكن تسبب لي امراض للناس لو راحت لها. طيب يا باشمهندس التطهير ده بعمله فين؟ بعمله في مكانين، يا اما بري ديس انفكشن يا اما تطهير مبدئي في الاول، يعني هقول دلوقتي بيستخدم امتى، يا اما تطهير بوست ديس انفكشن اللي هو بيحصل في الاخر بعد الفلتر، يا اما قبل الترسيب يا اما بعد الترشيح، يا اما الاثنين مع بعض. طب امتى ده وامتى ده؟ هنتكلم بقى دلوقتي بالتفصيل. يبقى انا عامل الترسيب ده عشان اشيل البكتيريا والطحالب والكائنات الممرضه والفيروسات والبروتوزوا والحاجات اللي هي اللي ممكن تخش جسم الانسان وتعمل له مشاكل اللي انا ما قدرتش ارسبها ولا قدرت اشيلها في المرشح، فلو دخلت وصلت للناس يعني عشان تشربها هتعمل لهم امراض، يعني هتسبب لهم امراض. طيب بشيلها ازاي دي يا شباب؟ او عمليه التطهير دي بتتم ازاي؟ قلنا يا اما بري ديس انفكشن يا اما بوست ديس انفكشن. البري ديس انفكشن ده بيحصل قبل النظام الحديث. ايه النظام الحديث؟ اللي هو كان كلاري فلوكيوليتور يليه رابد ساند فلتر. كنا قلنا الرابد ساند فلتر بيشتغل عن طريق الترانسبورتيشن، تمام؟ عن طريق الانتقال بتاع مين؟ بتاع الفلوكس، تمام؟ الفلوكس اللي عندك ديت لازم عشان اكونها لازم يكون فيه فلاش ميكسنج. طيب انا دلوقتي الفلتر ده بيشتغل معايا يوم او يوم ونص او نص يوم، لو انا دخلت له الميه بالمشاكل اللي فيها كلها هيتسد بسرعه، فبضطر اعمل ايه؟ بضطر اعمل بري ديس انفكشن. يعني ايه بري ديس انفكشن؟ يعني بطهر الميه وهي داخله كده عشان لو فيها شويه طحالب شويه حاجه مش هتترسب هنا وهتخش تسد لي الفلتر على طول، لا ده انا عايز الفلتر يشتغل معايا يوم مثلا، بدل ما يتسد في نص يوم لا يتسد في يوم كامل ويبقى ايه؟ اشتغل مده طويله، فبزود التشغيليه بتاعته. يبقى البري ديس انفكشن ده هيتعمل فين؟ في السيستم اللي قدامك ده بس، اللي هو لو كان عندك كلاري فلوكيوليتور، يعني لو انت في النظام التصميم بتاعك اخترت نوع في كلاري فلوكيوليتور اللي هو الكيميكال كواجيوليشن دوت، لو اخترت النظام دوت مع رابد ساند فلتر خلاص يبقى انت لازم تعمل بري ديس انفكشن. طيب البري ديس انفكشن ده يتعمل بكلور ولا بغير الكلور؟ هنعرف بقى الحاجات اللي بتتعمل، بس كسيستم دوت كده لازم يكون فيه بري ديس انفكشن. طيب امتى استغنى عن البري ديس انفكشن؟ في السيستم ده اللي هو النظام القديم اللي هو كنت بدخل الميه على بلين سيديمنتيشن، حط ترسيب عادي خالص، وبعدين على سلو ساند فلتر. السلو ساند فلتر ده لو نفتكر الفيديو اللي فات، لو ما شفتوش شوفه يعني هتفهم اللي احنا بنقوله. السلو ساند فلتر كان بيشتغل عن طريق الطبقه بتاعت الديرت سكين، الطبقه اللي معموله من البايوفيلم. جايه الطبقه دي عباره عن ايه؟ عباره عن بكتيريا وطحالب متجمعين على السطح كده بتاع الفلتر،
وبيبداوا يحجزوا كل الشوائب اللي جايه بعد كده. يعني انا بشغل الفلتر ده عن طريق طبقه الطحالب والبكتيريا. يعني انا لو موتها هنا يا باشمهندس في الاول كبري ديس انفكشن، مش هلاقي حاجه تشغل لي السلو ساند فلتر ده، وبالتالي هنا بنستغنى عن مين؟ عن البري ديس انفكشن. بس بنعمل بوست ديس انفكشن، بنعمل يا باشمهندس ليه؟ عشان الميه اللي طالعه دي هتروح على الطرمبات بتاعه الهاي ليفت بامب، الطرمبات اللي هي اللي هترفع الميه للمدينه. فوارد وانت ماشي في وسط المدينه كده والميه ماشيه في المواسير يحصل كسر في ماسوره، او يحصل ان ماسوره ميه صرف تكون مكسوره جنبها فيحصل تسريب للميه بتاعه الصرف، فممكن ان يحصل تلوث في المشوار بتاع الميه وهي رايحه لك البيت. فاحنا بنحط الكلور ده عشان يعمل ايه؟ عشان يحافظ على الميه دي، لو في اي بكتيريا دخلت او اي ملوثات دخلت يقدر الكلور اللي ماشي مع الميه دوت كده يعالجها. يعني ان انت لما بتيجي تفتح الحنفيه تلاقي الميه فيها كلور، ده كده مش حاجه وحشه، دي حاجه كويسه. ليه؟ معنى كده ان الشبكه بتاعتك ما حصلش فيها اي كسر او ما حصلش فيها اي ايه اي مشكله يعني، وهي والميه واصله لك والميه بتوصل لك فيها شويه الكلور، هتسيبها شويه وبعد كده ايه تشرب عادي، ما ملوش اي اضرار يعني. هو مشكلته لو انت شربته وهو موجود، بعد كده هو بيتطاير يعني. طيب دي المنظومه اللي عندنا. ايه العوامل اللي بتاثر في عمليه الديس انفكشن؟ يبقى احنا عندنا 3 مراحل في التنقيه، سيديمنتيشن يلي فلتريشن يلي ديس انفكشن. طيب انا بعمل الديس انفكشن دوت ليه؟ قلنا طيب ايه العوامل اللي هتاثر عليه؟ امتى كفاءته تزيد وامتى كفاءته تقل؟ على حسب الكونتاكت تايم والدوز، انا هحط كميه قد ايه وهقعدها مع الميه مده قد ايه، عايزين قد ايه مده، حسب الحاجه اللي انت هتستخدمها. والله لو استخدمت التسخين غير لو استخدمت ماده كيميائيه، غير لو استخدمت اشعه يو في، غير حسب ما هنقول دلوقتي كمان شويه الانواع اللي عندنا. يبقى كل ما تطول المده طبعا كل ما كان افضل، كل ما تزود الجرعه كل ما كان افضل، هتقتل معاك البكتيريا او الكائنات دي بايه؟ بشكل افضل. تاني حاجه درجه الحراره، كل ما زود درجه الحراره كل ما الريت بتاع قتل البكتيريا يزيد. تالت حاجه هي خصائص الميه. ايه الخصائص بتاعه الميه؟ اهم خاصيه في الميه ممكن تعمل لي مشكله هي التربيديتي. التربيديتي ممكن ان هي تمنع حاجه زي اليو في، الحاجات اللي هي الفيزيكال معظمها دي اللي هي اليو في او الهيت او الصن لايت، الاشعه بتاعت الشمس. لو الميه فيها عقاره بيبدا تعمل ايه الحاجه ديت؟ بتبدا ممكن البكتيريا تبقى ورا الجزيئات بتاعت العقاره دي، يعني تستخبى وراها من الاخر، يعني تبقى مستخبيه وراها، وبالتالي الكفاءه بتاعت قتل البكتيريا ما تبقاش عاليه، ما توصلهاش الشعاع يعني. الكلام ده فين؟ في حاله لو انا هستخدم فيزيكال. طب لو كيميكال احط كلور او احط بروم او احط ماده من اللي احنا هنقولهم كمان شويه، لا ده ما بيأثرش معاها حاجه، ده بياكل كل اللود ده، ماشي كده؟ طيب ايه بقى المتطلبات؟ انا عايز ايه الريكويرمنت في الجود ديسانفكتنت دي؟ يعني الماده اللي انا اجي اختارها، قالوا لي خلاص انت اللي هتختار لنا الماده المطهره دي، اختار ماده على اساس ايه؟ على اساس اول حاجه ان هي تكون افكتيف، تقتل البكتيريا كويس، ما تاخدش مده طويله، ما اروحش اختار ماده بتقعد مع الميه 12 ساعه و10 ساعات زي الاشعه بتاعت الشمس مثلا، انا مش هلاحق، انا عايز اطلع ميه كونتينوس للناس كل شويه، فعايز مده صغيره بحيث ان كمان الحوض اللي تتحط فيه، ما انت معاك عندك القانون بتاع الفوليوم بيساوي كيو ديزاين في الريتنشن تايم، فاكرين القانون ده؟ تمام كده. فانت كل ما تزود الريتنشن تايم، المده اللي هتقعدها الميه جوه الحوض او الخزان ده، كل ما الفوليوم بتاعك اللي هينتج يزيد. يعني ايه الفوليوم يزيد؟ يعني فلوس تزيد. تمام كده. لازم تكون الماده ديت مش غاليه، تكون رخيصه ومتاحه وسهل ان انا اخزنها. تمام. لازم تكون الماده دي ليها حاجه مهمه جدا اللي هي يكون ليها ريزيدوال. يعني ايه ريزيدوال؟ يعني هيتبقى منها شويه بعد ما اخلص الشبكه كده، هيتفضل منها شويه كلور كده او شويه ماده من اللي هنحطها دي تكون باقيه في الشبكه. الوحيده اللي فيها الخاصيه دي هي الكلور. الكلور هو الوحيد اللي بيتبقى منه ريزيدوال زي ما هنشوف في الاختبار بتاعه. رقم 5 ان هي ما تكونش توكسيك، ما تكونش سامه. طبعا الكلور كغاز غاز سام، بس لما بيتحط مع الميه ليه اثار ضاره، ولكن هو ما بيوصلكش، انت مجرد ما بتسيبه بس كده بيتطاير، فانت ما بتتضرش منه. ولازم تكون الماده ديت ملهاش ضرر على صحه الانسان، سهل ان انا اعمل لها كنترول، سهل ان انا اقيس تركيزها، حاجه مهمه جدا برضو ان انا عشان ابقى عارف احسب تكلفه الماده دي قد ايه، فلازم اعرف اقيس التركيز بتاعها، انا هحط النهارده كذا، هحط بكره كذا، على حسب الاختبار اللي هيقوله لي اللي هو بتاعت الميه. يعني الاختبار بتاع الميه فيها بكتيريا كتير او فيها ملوثات كتير، فهبدا ازود الجرعه،
لا طب في قليل هقلل الجرعه بتاعتي. طيب كده عرفنا يعني ايه ديسانفكشن وايه اللي ياثر عليه وازاي اختار وزي كده. طيب ايه الانواع بقى اللي انا هستخدمها؟ يستخدم فيزيكال ميثودز يا اما استخدم كيميكال ميثودز. يعني ايه؟ يعني يا طرق فيزيائيه طبيعيه يعني مش هضيف اي ماده كيميائيه خارجيه، يا اما كيميكال ان انا اضيف ماده كيميائيه. ببساطه الطرق الفيزيكال ثلاثه، يا اما هيتنج يا اما سان لايت يا اما الترا فايولت. يعني ايه؟ يا اما بتسخن الميه، يا اما بتعرضها لاشعه الشمس، يا اما راديشن يا اما اشعه فوق بنفسجيه. طبعا كل الطرق الفيزيكال دي كلها مشكلتها في بعض الحاجات. يعني اول حاجه الهيتنج مثلا لما نيجي نتكلم عنه، انت محتاج سيرفس اريا كبيره جدا عشان تقدر الميه لو انت هتسخن الميه او السان لايت مثلا، لازم يكون في مسطح كبير عشان الشمس تقدر ايه تتعرض للميه اللي موجوده كلها. تمام، هنتكلم عن كل واحد بالتفصيل. طب الكيميكال مشكلته الوحيده في الفلوس. يعني انت لو جيت اللي فوق دول هتلاقيهم في حاجات منهم رخيصه، مثلا الهيتنج او السان لايت، الالترا فايولت غالي، الكيميكال هتلاقيه غالي بقى شويه. زي ممكن استخدم اليود، ممكن استخدم البروم او البروم واليود، دول بيستخدموا مع بعض، يا اما الاوزون يا اما الكلورينيشن او الكلور جاز او اي مصدر للكلور، يا اما يكون كلور جاز او بليتشنج باودر بيبقى كلور باودر كده، او هايبو كلورايت اللي احنا هنحضره اللي هو اسمه كلورامينز. تمام، طيب ايه اللي بيحصل بقى عندنا يا شباب؟ ايه اللي بيحصل؟ نتكلم بقى على كل واحد من دول. اول حاجه بالنسبه للهيتنج، العمليه ديت لازم تسخن المايه لمده 20 دقيقه. طبعا الكلام ده انت عديه بسرعه لان انت مش هتمتحن فيه، يعني الحاجات دي انت هتختار بس كطريقه، وغالبا هتبقى هي يا الاوزون يا اما الكلور. ماشي، بس تكون فاهم بس كل واحد من دول ايه المميزات بتاعته. ان هو طريقه فعاله كويسه، ان هي عن طريق الحراره بتقتل البكتيريا، رخيصه كعمليه بدائيه يعني، بس مشكلتها ان هي بتستهلك وقت كتير، ولو انت عندك تصرف في الميه كبير فهتحتاج طاقه كبيره جدا. يعني الكلام ده انت ممكن تسخن شويه ميه كده مثلا عشان تنضفهم عندك في البيت كده، انما كمحطه ميه كبيره تشتغل بالهيتنج دوت مش هيك. طيب برضو من ضمن المشاكل ان هي مفيش ريزيدوال، ما اعرفش اقيس الكونسنتريشن بتاعها. دول مشكلتين مهمين. بالنسبه للسان لايت برضو قلنا المده الطويله هي المشكله بتاعتها، هي عمليه تطهير كويسه بس مشكلتها ان الميه بتقعد من 6 ل 12 ساعه متعرضه، محتاج سيرفس اريا كبيره، محتاج مساحه كبيره عشان اعرض الشمس للميه ديت او الميه للشمس لمده كبيره، ومحتاج ان العمق بتاع الميه ما يكونش كبير عشان تقدر شعاع الشمس دوت ياكسد الغشاء بتاع البكتيريا اللي موجوده جوه الميه فيوصل لها يعني. ماشي كده. طيب النوع الثالث اللي هو الالترا فايولت، بيبقى بالشكل اللي قدامك دوت كده، ماسوره الميه بتخش من هنا تمام، تملى الماسوره دي كلها، وبيبقى الجزء اللي جوه دوت كده العمود بتاع الزئبق دوت بيولد يو في، بيولد اشعه فوق بنفسجيه، تبدا الاشعه دي بتطلع كده بالقطر بتاع الدايره زي ما انت شايف كده، وتبدا تمر على الميه بحيث ان هي تقتل البكتيريا والطحالب والكائنات الموجوده جوه الميه. ماشي، ده الوصف بتاع العمليه، بيبقى الويف لينس بتاع اللي هو الطول الموجي بتاع الشعاع اللي طالع كام والكلام زي كده، برده مش هيفرق معاك كتير. زي ما قلت لك العمق بتاع الميه بيبقى 10 سم او اقل عشان اقدر ان الشعاع دوت ياثر على الميه كلها. مشكلتهم الوحيده في الثلاثه اللي فاتوا دول، مشكلتهم لو الميه فيها عقار، لو العقار عاليه هتبدا البكتيريا والطحالب والحاجات الفيروسات والحاجات الصغيره دي تستخبى ورا جزيئات العقار دي، ورا حبه التراب او ورا الجزيء اللي موجود دوت كده، فنخلي العمليه ايه نون افكتيف، ما تبقاش شغاله كويس. طيب يا شباب النوع الكيميكال بقى، بالنسبه للكيميكال في بروم وفي يود. البروم واليود دول بيبقوا عباره عن حبات بيلز. تمام، البيلز دي بتبقى ايه في صوره حبايات كده، بتتحط في الميه وتتقلب فيها وايه وتبدا تاكسد الماده الكائنات اللي موجوده في الميه، يعني اكسد البكتيريا والكائنات اللي موجوده في الميه. الجرعه بتاعته بتبقى 8 بي بي ام او 8 مللي جرام على اللتر لمده 5 دقائق. طبعا ميزه الكيميكال كلهم ان هم بياخدوا مده صغيره لانه بيدوب في الميه كلها وخلاص يبدا يشتغل. النوع اللي بعد كده ده مشكلته الوحيده في ان هو ليه اضرار على الجلد والجهاز التنفسي، يعني ممكن يسبب مشاكل في الجلد للناس اللي شغالين فيه والجهاز التنفسي. الاوزون تقريبا هو افضل ماده مطهره، كماده مطهره هو افضل حاجه، بس الاوزون او 3 ده بيجي منين؟ بيجي من اتحاد ذره اكسجين مع جزيء اكسجين او 2 مع الاو، فانت عشان تحضر حاجه زي كده محتاج معمل خاص.
عشان تحضر الاوزون دوت نفسه، ماشي. وبالتالي التكلفه بتاعته مالها عاليه جدا، التكلفه بتاعه الانتاج بتاعه عاليه جدا. طيب مميز امتى الراجل دوت، استخدمه امتى او بلجأ ليه امتى؟ لو الميه فيها مواد عضويه، او الميه فيها الوان، او الميه فيها ميه صرف جاي عليها شويه ميه صرف، فبيبقى الراجل دوت كده المصدر بتاعك مثلا ميه، وجاي انت متاكد ان فيها ميه صرف، او جيت لقيت فيها مواد عضويه جوه الميه، فخلاص انت ما ينفعش تستخدم بري ديس انفكشن الا الاوزون ده. ليه؟ لان لو استخدمت الكلور زي ما هنشوف كمان شويه هيكون ماده اسمها تراي هالو ميثان تي اتش ام، اختصارها كده، والدكتور بيجيبها في الامتحان كده. التي اتش ام دي هي ماده مسرطنه. لو ايه؟ لو انا لقيت الميه فيها مواد عضويه وحطيت لها كلور، الاثنين دول مش شغالين مع بعض. امال لو الميه فيها مواد عضويه او الوان احط لها مين؟ الاوزون بتاعنا ده شغال، ماشي كده؟ طيب افضل واحد فيهم هو التطهير بالكلور. طيب هو ليه افضل واحد فيهم؟ لان هتلاقي فيه كل المميزات بتاعت الجود ديس انفكتنت اللي احنا قلناها فوق، اللي هي الراجل ده تكلفته رخيصه، موجود منه ريزيدوال في الشبكه، افيلابل متاح، ممكن اخزنه، ممكن استخدمه، ملوش اضرار على صحه الانسان، مش محتاج عماله كتير، مش محتاج معمل خاص عشان احضره، اقدر اقيس التركيز بتاعه، هتلاقي فيه كل المميزات اللي موجوده. كل مشكلته في مين زي ما قلت من شويه؟ في لو الميه فيها اورجانيك كومباوندز. لو انا لقيت الميه فيها اورجانيك كومباوندز ايه اللي يحصل؟ هلاقي ان انا لو حطيت لها كلور هيكون لي التراي هالو ميثان، هو ماده ما مالها؟ ماده مسرطنه. طيب الجرعه بتاعت الكلور بقى ده اللي احنا هنتكلم عنه بالتفصيل، لان هو دوت اللي احنا هنستخدمه في المشروع بتاعنا البريدس، في البريدس انفكشن والبوست ده، لو ايه؟ لو الميه ما فيهاش مواد عضويه. طيب كبوست ريس انفكشن هو الكلور في كله بقى، اي حد في المشروع هيحط البوست ريس انفكشن هو كلور، ماشي. الجرعه بتاعته كبري ديس انفكشن بتكون اكتر شويه من البوست ريس انفكشن. البري ديس انفكشن بتكون من 2 ل 10 بي بي ام، حوالي 6، تمام. يعني انت قول خد المتوسط 6، ليه؟ عشان يقضي يخف الحمل العضوي على مين؟ على الرابيد ساند فلتر والميه داخله عليه، عشان الفلتر ما يتسدش بسرعه او المرشح ما يتسدش بسرعه. طب البوست ريس انفكشن بحط حبه صغيرين، ليه؟ لان الميه اصلا المفروض ان هي نضفت، يعني انا عديت الميه على سيدمنتيشن وعديتها على فلتريشن، يعني انا المفروض ظبطت الميه خالص، فباقي شويه صغيرين عايز اقتلهم، وكمان خلي لي شويه ماشيين في الشبكه، يعني من نص لثلاثه دول بيكونوا متقسمين، قول مثلا اثنين او اثنين ونص، الاثنين دول هيبقى نص ريزيدوال وواحد ونص كونسيوم، ماشي كده؟ يعني ايه؟ يعني في شويه هيستهلكوا بعد ما انا طلعت، بعد ما انا طلعت من هنا كده، نرجع كده للفلو لاين دايجرام، بعد ما انا طلعت من هنا كده حطيت كلور، الكلور اللي انا هحطه هنا ده قول 2 بي بي ام، ال 2 بي بي ام دول مش هيتاكلوا كلهم، لا ده هيتاكل منهم 1.5 بي بي ام هنا اهو في الحته دي وهو لسه طالع، وفي نص بي بي ام هيكمل معايا، نص مللي جرام على اللتر هيكمل معايا طول ما انت ماشي فين؟ في وسط الشبكه بقى، في وسط المدينه كده. ماشي كده يا شباب؟ طيب ايه بقى الميكانيزم اللي بيشتغل بيها الكلور ده؟ يعني بيشتغل ازاي؟ الكونسيوم دي يبقى قد ايه والريزيدوال يبقى قد ايه؟ نعرفهم ازاي؟ اول حاجه ده كده بقول لك اللي هو ليه بنحط هنا بري ديس انفكشن وهنا مفيش، دي اللي احنا سالناها من شويه. عايزين نشوف بقى عمليه الكلورينيشن ديت بتشتغل ازاي. بالشكل اللي قدامنا دوت، لو انت جبت ميه ديستلد ووتر، يعني ايه ديستلد ووتر يا شباب؟ يعني ميه مقطره، الكلمه اللي قدامك دي ديستلد ووتر يعني ميه مقطره. يعني ايه ميه مقطره؟ يعني ميه حصل لها تبخير ثم تكثيف، ميه نظيفه يعني جاهزه. لو جبت ميه مقطره حصل لها تبخير ثم تكثيف، الميه ديت وجيت ضفت لها كلور، وجيت اشوف الكلور اللي انا بضيف مع الكلور الريزيدوال، ها هلاقي ايه؟ هلاقي ان انا لو حطيت 1 بي بي ام هلاقيه طالع لي هنا 1 بي بي ام ريزيدوال، حطيت 2 بي بي ام هلاقيهم 2 بي بي ام، حطيت 10 بي بي ام هلاقيهم 10 بي بي ام. ليه؟ لان كل ما اضيف كلور للميه يفضل حر في وسط الميه، فري كلورين، تمام، او فري كلوراين، بيبقى كلور حر موجود في وسط الميه. ليه؟ مش لاقي حد يقتل، مش لاقي حاجه يموتها يعني جوه الميه، فبتلاقي السي ال 2 لما بتهد مع ال H2O بيكون لك هايبوكلوريك اسيد. ال HOCl ده هو دوت المركب اللي بيحتوي على الكلور اللي بيقتل البكتيريا، و HCl بحيث ان الهايبوكلوريك اسيد ده ساعات في ظروف معينه يتفكك في الميه ال H موجب و OCl سالب، وطبعا ال HCl بيتأين في الميه ال H موجب وايه؟ و Cl سالب. لو ال HOCl ده اتفكك في الميه للاثنين دول، مين فيهم اللي فيه Cl؟ اهو ال OCl ده. ال OCl ده كفاءته في قتل البكتيريا اقل من ال HOCl، فانا بالنسبه لي محتاج ان ال HOCl الهايبوكلوريك اسيد دوت يتأين ولا ما يتأينش؟ لا، لو ما تأينش يبقى احسن.
طب ما بيتأينش امتى؟ بيفضل زي ما هو اتش او سي ال امتى؟ عند بي اتش من 5.5 ل 7، وبالتالي البي اتش هو فاكتور مهم في عمليه الكلورينيشن او في عمليه الديسانفكشن ولا اه؟ اه. يبقى زي ما اتفقنا قبل كده ان اي عمليه كيميائيه اول فاكتور يجي في دماغك هو مين؟ هو البي اتش. طبعا انت مش هتمتحن في الكلام ده ولا هتسال فيه، بس يعني انت تبقى ايه عندك معلومه عن الكلام ده. طيب الكلام ده بالنسبه لمين؟ بالنسبه للميه المقطره. طب تعالى نشوف الكلام ده بقى للميه بتاعتنا اللي بنشربها دي كده، هتلاقي ان العمليه بتاعت اضافه الكلور دي واخده شكل الكيرف اللي قدامنا. طيب بالراحه بقى عشان نفهم الكلام ده. اول ما بضيف الكلور في اربع مراحل هعدي بيهم، A وبي وسي ودي، او 1 2 3 و4. المرحله ايه؟ اول ما اضيف الكلور كل او على طول انت حطيت الكلور هيبدا يجري على مين؟ على البكتيريا والملوثات واملاح الحديد والمنجنيز اللي هم بيسموهم الريديوسنج ايجنتس، يعني المواد المختزله دي اللي هي اللي هتختزل الكلور، اللي هتاكل الكلور. وبالتالي هتيجي انت كل ما تضيف كلور في الميه عمال اضيف نص بي بي ام، واحد بي بي ام، مش عارف كام، الكميه اللي عمال اضيفها في الاول دي كلها عماله تتاكل، مفيش كلور ايه؟ ريزيدوال، مفيش متبقي اهو، شايف المتبقي قد ايه؟ صفر تقريبا. طيب لحد دي المرحله الاولانيه اللي هي السي ال 2، لما بتحط مع الميه بيكون اتش او سي ال، بيبدا الاتش او سي ال ده يتفاعل مع املاح الحديد والمنجنيز والنترات والاكاسيد والحاجات اللي موجوده جوه الايه؟ الميه، الملوثات يعني، والبكتيريا والتخلف. طيب خلص على الحاجات ديت، هيبدا بقى يحصل ايه؟ يبدا يظهر شويه ريزيدوال. منين بقى؟ من المرحله الثانيه اللي هي بيكون حاجه اسمها كلورو اورجانيك كلورامينز. ايه الكلورامينز دي؟ بص يا سيدي، الميه بيبقى فيها ساعات مركبات امونيا. لو الميه ما فيهاش مركبات امونيا هتلاقي العمليه ديت قليله كده، وبعد كده زادت على طول وبعدين قلت. امال التدريج دوت نتيجه وجود مركبات الامونيا اللي هي ال NH3. طبعا المعادلات دي مش عليك، انت مش عليك تعرف، انا بفهمك بس الدنيا ماشيه ازاي. ال HOCl لما بتفاعل مع ال NH3 بيحصل ايه؟ بيبدا ال Cl يخش مكان ذره من ال H ده، ياكسد الهيدروجين دوت او يختزل الهيدروجين، فيبقى يكون لنا مركب NH2Cl. فلو الميه فيها HOCl وHOCl 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 كتير وشويه NH3، هيبدا اول سيلايه من الميه تخش او من الكلور اللي في الميه تخش تاكل حته H من هنا. يتفضل لك في الميه HOCl كتير ولا قليل؟ لا كتير. ليه؟ لان Cl واحده بس منهم اللي خد، وبالتالي الريزيدوال هتلاقيه بيعمل ايه معاك؟ بيزيد 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 بيزيد. فتره الزياده دي هي الفتره بتاعت المونوكلورامين اللي اتكون هنا، ده اسمه مونو كلورامين، المركب اللي هنا ده اللي هو كال سي ال واحده بس، وبالتالي في عندي ريزيدوال كتير ولا قليل يا شباب؟ في ريزيدوال كتير، هو واحده سي ال بس اللي اتاكلت. طب تعالى بقى على المرحله سي اللي هي المرحله اللي هيبدا الريزيدوال يقل فيها. ليه المتبقي قل؟ اصل جه المونوكلورامين ده ان اتش 2 سي ال ده اتفاعل مع الاتش او سي ال الحر اللي في وسط الميه، فكله كمان ايه؟ سي ال اي، فبقى مكون لي ان اتش سي ال 2، حاجه اسمها دايكلورامين. ويجي الدايكلورامين ده يتفاعل مع الاتش او سي ال اللي في الميه فياكل له واحد سي ال كمان فيديك ان سي ال 3. خلاص ما عادش في اتشات في الميه يحصل لها اختزال، اصبح الاتش او سي ال اللي باقي لي بعد المرحله دي كله ايه؟ كلور حر. وبالتالي في المرحله الثالثه دي هنا المونوكلورامين اول ما تكون دايكلورامين اللي هو اللي فيه 2 سي ال كل شويه سي ال فالريزيدوال قل. طيب شويه اتاكل شوية سي ال كمان وكون لي الترايكلورامين لحد ما يتحول كل المركبات بتاعة الأمونيا اللي في المية لترايكلورامين، أصبح ما عنديش أمونيا في المية. بعدين أي كلور أنا هضيفه بعد كده هيفضل مكمل معايا بقى، تضيف واحد تلاقي واحد، تضيف اتنين تلاقي اتنين، تضيف تلاتة تلاقي شبه الخط بتاع مين؟ بتاع الديستل دوت، شبه ده كده، ده أهو اللي هو ده هيكمل معاك. يبقى أنت عندك ثلاث مراحل، الاختبار ده بنسميه البريك بوينت تيست. الكلمه اللي قدامك دي اختبار بريك بوينت، البريك بوينت تيست الاختبار بتاع نقطه الانكسار. فين نقطه الانكسار؟ اهي اللي اتحول عندها الكلور من هنا لهنا، ده اللي قلب عندها، اللي حصل عنده بريك، ماشي؟ يبقى نقطه الانكسار او الانقلاب دي هي النقطه اللي كل اللي قبلها كونسيومد كلورين وكل اللي بعديها ريزيدوال كلورين، تمام؟ يبقى كل اللي قبلها ده استهلك اللي هو الواحد ونص بي بي ام او الاثنين بي بي ام، واللي باقي لي هنا دوت هو مين؟ هو النص بي بي ام اللي هيفضل لي في الشبكه. يبقى انت هتحدد الكميه اللي انت هتحطها على اساس ايه؟ على اساس الاختبار ده. لقيت والله انا استهلكت هنا 2 وانا عايز اخلي في الشبكه نص بي بي ام، يبقى انت تحط لي كده 2.5. طب لقيت هنا استهلك 2.5 وانا عايز احط في الشبكه نص، يبقى انت لازم تدي لي بوست كلورينيشن يكونوا 3 بي بي ام. ماشي كده يا شباب؟
ان شاء الله تكون الجزئيه ديت ايه مفهوم. ده تعريف البريك بوينت تيست، ايه العوامل اللي بتاثر على عمليه التلوره او الكلورينيشن. طبعا نفس العوامل اللي بتاثر على الديس انفكشن كلها على بعضيها يعني، بس هنزود عليها مين؟ البي اتش فاليو، على اساس البي اتش فاليو من 5.5 ل 7 بتحافظ لي على مين؟ على الاتش او سي ال زي ما هو. لو زادت عن 7 او قلت عن 5.5 اللي بيحصل؟ الاتش او سي ال بيتفكك لاو سي ال سالب واتش موجب، ودول كفائتهم في قتل البكتيريا قليله. كده احنا اتعرفنا على كل المراحل بتاعه التنقيه، فاضل لنا بقى ايه؟ الحاجه المهمه جدا اللي انتوا هتحددوا على اساسها المشروع البحث بتاعك. على حسب السورس بتاعك، خصائص المجرى بتاعك، انا هقول لك المجرى في المساله او في المشروع بتاعك. الدكتور هيقول لك انت عندك المجرى وايد كانال ولا نارو كانال، ديب كانال ولا شالو كانال، بلوتد شور ولا نون بلوتد شور. على حسب الحاجات اللي احنا شرحناها في اول اسبوعين في الدراسه هتحدد نوع الانتيك ونوع المأخذ بتاعك. طيب بقيه الحاجات بقى على حسب الخصائص بتاعت الميه. لما اجي اقول لك احنا الميه بتاعتك يا باشمهندس لو تربيديتي، العقاره بتاعتها قليله، فانت مفضل ان انت تعمل لي ايه؟ لو العقاره قليله يعني الفلتر هياخد مده طويله على ما يتسد، فانا بالنسبه لي ممكن اعمل السلو ساند فلتر افضل. طب يا باشمهندس هل ما ينفعش اعمل رابيد ساند فلتر؟ لا، ممكن اعمل رابيد ساند فلتر، بس الرابيد ساند فلتر عايز عقاره عاليه عشان هو اصلا بيكون فلوكس وايه والمسافات بتاعته واسعه، فانت كده ايه يعني كلفت نفسك على الفاضي. يبقى لو قال لي لو تربيديتي هعمل سلو ساند فلتر، بس بشرط يكون عندي ايه؟ يكون عندي مساحات. تمام. طيب السلو ساند فلتر ده بيجي قبله ايه؟ بيجي قبله بلين سيديمنتيشن يا باشمهندس، اللي هي بيطلع منها شويه سلادج. اما دوت بيطلع منه سلادج او بيروح منه شويه ميه يعني؟ لا، ما بيروحش منه ميه، لان انا لما باجي انضفه دوت بشيل طبقه الديرت سكن ومعاها شويه رمل. طيب بعد كده بحط شويه كلور هنا، طبعا كفاءه الميه اللي طالعه من السلو ساند فلتر كويسه جدا، وبالتالي الكلور اللي محطوط هنا دوت يا دوب يعني ها نص بي بي ام عشان ينضف الميه بزياده، ونص كمان عشان يحافظ على الميه وهي ماشيه فين؟ في الشبكه. طيب الكلور ده هبدا اخلطه مع الميه فين؟ جوه الحوض او الخزان اللي احنا هنتكلم عنه كمان شويه، اللي هو اسمه الجراوند تانك. طيب الميه راحت للجراوند تانك، بعد كده هتروح لمين؟ للهاي ليفت سامب، البياره بتاعه الميه النظيفه، تمام، عشان تبدا الترمبات تسحب منها وتودي لمين؟ للشبكه. طيب ايه الاليفيتد تانك دوت؟ الخزان العالي، هنتكلم عنه برده كمان شويه، مكانه هنا ولا مكانه في وسط الشبكه ولا في اخر الشبكه، برده هنقوله كمان شويه. ده لو قال لي العقاره قليله. طب لو قال لي العقاره عاليه هل ينفع اعمل السلو ساند فلتر؟ ده انت لو لقيت العقاره عاليه وعملت سلو ساند فلتر، الفلتر ده في ثانيه هيتسد، وبالتالي بدل ما كان الفلتر السلو ساند فلتر فاكرين كان بيشتغل قد ايه؟ من 2 ل 6 شهور. لو انت دخلت له ميه عقارتها عاليه هيتسد في ايه؟ في شهر ولا شهر ونص، وهو اصلا الفتره بتاعه التحضير والانضاج بتاعه بتقعد اسبوع واسبوعين، والفتره بتاعه الغسيل بتقعد اسبوعين، فانت كده هتشغله شهر وتبوظه شهر؟ لا، فهيبقى نون افكتيف. وبالتالي اول ما تلاقي العقاره عاليه هنبدا نلجا لمين؟ للسيستم اللي هو المودرن سيستم ده، او النظام الحديث اللي هو بيبقى فيه رابيد ساند فلتر، والرابيد ساند فلتر بيشتغل بالترانسبورتيشن، بميكانيزم الترانسبورتيشن عن طريق الفلوكس، فلازم يكون قبله فيه ايه يا شباب؟ فلوكس. كونت الفلوكس دي ازاي يا باشمهندس؟ عن طريق اضافه الشابه ودخلتها الفلاش ميكسنج تانك ثم للكلاري فلوكوليتور. كونت هنا شويه فلوكس، رسبت حبه منهم، واللي ما ترسبش هيخش يشغل لي مين؟ الرابيد ساند فلتر. وطبعا المنظومه بتاعت الانتيك هتحددها على حسب خصائص المجرى والخصائص اللي هو اللي الدكتور هيقول لك عليه. طيب هنا في سلادج طالع من الكلاري وفي سلادج طالع من الرابيد ساند فلتر، اشمعنى؟ لان الرابيد ساند فلتر انا هغسله هيطلع منه شويه ميه بتاعه السلادج، دول هرجعهم لاول المحطه تاني هنا في الانتيك او في المجرى المائي نفسه، ماشي كده؟ طيب احط هنا بري ديس انفكشن؟ هناك ما كانش في بري ديس انفكشن، لان انا لو قتلت الطحالب والبكتيريا عمك السلو ساند فلتر ده مش هيشتغل. امال هنا؟ ده انا عايز اقتل الطحالب والبكتيريا عشان اخفف الحمل على مين؟ على الحاج ده اللي هو الرابيد ساند فلتر، عشان بدل ما يتسد في يوم يتسد في يوم وربع، يوم ونص، تمام؟ بدل ما يتسد في نص يوم يزيد المده بتاعه التشغيل بتاعه. يبقى انا حطيت هنا بري ديس انفكشن بالكلور عشان اخفف الحمل على الفلتر. طيب وهنا في بوست ديس انفكشن، كلور بعد الفلتر عشان يحصل له كونتاكت مع الميه هنا جوه الخزان الارضي، ثم الى الايه؟ الى الترمبات، وبعد كده للمين؟ للشبكه. طيب يا شباب بعد كده
الفلو دايجرام اللي بعد كده لو قال لي فيري لو تربيديتي، يعني ايه فيري لو؟ يعني الميه فيها شويه عقاره اقل من 3 ان تي يو. المفروض ان الميه بتاعتنا اللي بنشربها العقاره فيها يعني حوالي نص او واحد واحد او واحد ونص ان تي يو. فانت لو العقاره 3 ان تي يو تقريبا شبه الميه، يعني انت لو واحد شربها مش هيجرى له حاجه قوي يعني، وبالتالي دي عقاره فيري لو تربيديتي. فانا بعمل ايه؟ بدخل الميه على الفلتر على طول. بس خلي بالك لو الميه دي المدينه اللي انت هتخدمها كبيره غير لو المدينه هتخدمها صغيره. فانا لو ادخل دايركت فلتريشن يعني ادخل على الفلتر سلو يا باشمهندس ولا رابد يا باشمهندس؟ لا، على حسب بقى المدينه. السلو دوت لما كنت بزود الكيو، فاكر الكيو في السلو ساند فلتر كانت بتساوي الريت فلتريشن في مين؟ في الاري، صح كده؟ فانا كل ما زود التصرف والريت اوف فلتريشن بتاع الفلتر ثابت، كل ما هيحتاج اريا كبيره. وبالتالي وفاكرين الاريا بتاعت السلو ساند فلتر كانت قد ايه؟ الراجل ده كان المعدل بتاع الترشيح بتاعه قليل جدا 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 من 3 ل 10، وبالتالي كان بيطلع لي اريا كبيره جدا جدا جدا. فانت لو عندك محطه شغاله بتطلع 100,000 متر مكعب وانت هتشتغل على معدل 10 يا عم، 100,000 على 10، فانت محتاج 10,000 متر مربع، محتاج فدانين ونص فلاتر بس. وبالتالي المحطه اللي الكيو بتاعتها كبيره، اللي هيلاقي محطته الكيو بتاعته كبيره، ما ينفعش خالص يستخدم سلو ساند فلتر. امال الراجل اللي المحطه بتاعته بتطلع 5,000 10,000 ارقام حنينه كده صغيره، لا دوت ممكن استخدم سلو ساند فلتر. لان لما اقسمها على 10 هيطلع لي 5,000 على 10 يطلع لي 500 متر مربع، ماشي سهل، ممكن اعملها ايه؟ حوضين ترسيب، ماشي؟ قصدي مرشحين يعني. يبقى السلو ساند فلتر لو المحطه سمول بلانت يعني او بتخدم تصرف صغير، ممكن ادخلها على السلو ساند فلتر على طول، اشيل شويه العقار الصغيرين دول في السلو ساند فلتر. وبعد كده المراحل اللي باقيه عادي خالص زي ما اتفقنا، زي اللي فوق بالظبط. طيب لو المحطه بقى ميديم او لارج، لا ده انا ما ينفعش ادخل المحطه الميه ديت غير على الرابيد ساند فلتر. بس خلي بالك يا باشمهندس، الرابيد ساند فلتر ده كان بيشتغل عن طريق مين؟ ها؟ طبقه البايوفيلم ولا بيشتغل عن طريق مين؟ لا ده بيشتغل عن طريق الترانسبورتيشن، الانتقال بتاع مين؟ الانتقال دوت بتاع الفلوكس، يعني لازم يكون داخل له من هنا فلوكس. طيب انا كنت بحضر الفلوكس دي ازاي يا شباب؟ لازم احط شبه واقلبهم في التقليب السريع ثم التقليب البطيء ثم الترسيب. هل انا محتاج هنا ترسيب؟ ده العقاره قليل، ده انا مجرد عايز اكون فلوكس واقول لها يا فلوكس تعالي هنا تقليب بطيء، جمعي لي شويه السسبندد سوليدز القليله خالص، العقاره القليله دي، وخش على مين؟ على اخوك الفلتر دوت يشيلهم على طول، مش محتاج ان انا اتعب نفسي واعمل ترسيب كمان في النص. يبقى انا هخش هنا على مين؟ على فلاش ميكسنج ثم فلوكوليتور على طول ثم رابد ساند فلتر، مفيش سيديمنتيشن، مفيش بقى فلوكوليشن اند سيديمنتيشن تانك، ما فيهوش الاثنين زي اللي فوق كده. ده كان في منطقه فلوكوليشن الدايره الصغيره ومنطقه سيديمنتيشن الدايره الكبيره. تحت هنا هنعمل مين؟ هنعمل الدايره الصغيره بس انا مكبرها لك هنا يعني عشان ايه؟ تاخد بالك. الدايره اللي في النص دي هي بتاعه التجميع اللي بيبقى فيها القلابات لو تفتكروا يعني، ثم اللي بعد كده عادي خالص، ماشي؟ نركز على ديت كويس جدا. طيب اخر نوعين للميه بقى، الميه اللي فيها كالرد ووتر والميه اللي فيها اورجانكس. الميه اللي فيها كالرد ووتر، الميه اللي فيها الوان، بيحصل لها ايه يا شباب؟ الميه ديت بنبتدي ان احنا نضيف للميه ديت، طبعا الميه الكالرد ووتر اللي فيها الوان لازم يكون الفلتر اللي مستخدم رابد ساند فلتر، بس مش اي رابد ساند فلتر، لان الميه السلو ساند فلتر مش هيعرف يشيل الالوان اللي موجوده في الميه دي. ليه؟ لان انا اتفقنا من قبل كده ان الميه الكالرد بنحط لها ماده مروبه، هي مين؟ هي الاف اي سي ال 3 كلوريد الحديد. وطبعا الماده المروبه ما بتضافش في النظام بتاع السلو ساند فلتر اللي هو البلين سيديمنتيشن، لا ده انا لازم اكون طالما هضيف ماده مروبه يبقى لازم في فلاش ميكسنج وفي كلاري فلوكوليتور او فلوكوليشن على الاقل زي المرحله اللي فاتت دي. يبقى طالما هضيف ميه، الميه اللي عندي ملونه هضيف لها اف اي سي ال 3 عشان كماده مروبه تخش على تقليب سريع ثم تقليب بطيء وترسيب يشيل اللي يشيله، والفلوكس اللي طالعه لي من هنا تخش على الفلتر ده. بس خلي بالك برضو في تعديل في الفلتر، الفلتر دوت بما ان الميه دي كالر دوتر عشان اشيل الالوان اللي كانت موجوده فيها بحط فيها دول فلتر. دول فلتر ده بيكون طبقه رمله وفوقيها طبقه فحم او طبقه
فولكانيك ريزيدوال مثلا، اللي هو الحاجات المتبقيه من البراكين دي، او طبقه اكتيفيتد كاربون، اي نوع من انواع الفحم اللي بيمتص الايه الالوان اللي موجوده عندك، مش كده؟ يبقى لازم يكون دول فلتر في الاثنين مع بعضهم يعني. ثم البوست ريس انفكشن، وخلي بالك من حاجه، الكالرد ووتر او الالوان او الحاجات دي كلها مواد عضويه. الالوان دي مواد عضويه، يعني البري ديس انفكشن يكون كلور ولا اوزون يا باشمهندس؟ اوزون. كل اللي فات دوت كان البري ديس انفكشن ايه؟ كلور، لان الميه ما فيهاش اي مشاكل لا الوان ولا مواد عضويه. اول ما تلاقي الوان ومواد عضويه على طول البري ديس انفكشن اوزون. طب في الوان، يبقى كمان غير لي الشابه خليها اف اي سي ال 3. طب لو الموضوع مقتصر على ميه فيها اورجانيكس، يعني ميه توكسيك ووتر او ميه مع مخلوطه بميه صرف، ها هبدا احط البري ديس انفكشن اوزون عشان المواد العضويه او الحاجات ديت لو حطيت لها كلور هيكون لي تراي هالو ميثان الماده المسرطنه، وارجع بقى الميه دي اورجانيكس بس ما فيهاش الوان، وبالتالي شيل الاف اي سي ال 3 اللي فات ده واحط مكانه الشاب عادي خالص، وادخل الميه على خلط سريع او تقليب سريع ثم تقليب بطيء ثم فلتر، بس فلتر ماله؟ دول فلتر برضه، عشان المواد العضويه او الريحه بتاعه الصرف او الحاجات اللي بتبقى موجوده في الميه دي، الكربون اللي موجود في الفلتر دوت يبدا يعمل ايه؟ يشرب. وخلي بالك طبعا لما تيجي تصمم الفحم بيكون فوق الرمل مش تحته، تمام؟ لانه لو تحته الرمل هيخش من الفراغات بتاعه الفحم، زائد ان الكثافه بتاعه الفحم اخف، وبالتالي لو الميه وهي بتغسل الفلتر لو جايه من تحت لفوق هتاخد الايه؟ الفحم والرمل معاه، فاحنا بنخلي الفحم فوق، مش كده؟ ده كده بالنسبه للايه؟ للفلو لاين دايجرام، او بالنسبه للجزء بتاع الديس انفكشن شيب. نكمل بقى الجزء بتاع الاستورج بالمره، بحيث ان احنا نخلص في المحاضره ديت كله مره واحده. اللي باقي ان شاء الله الشبكات الدكتور احمد ان شاء الله هينزل لكم فيها محاضره نظري، فاحنا عايزين نشوف طبعا ديس انفكشن ما فيهوش مسائل، ديس انفكشن زي ما انت شايف كده شرح نظري، بس نظري مهم عشان تعرف، دي يعتبر اهم فيديو بالنسبه للمشروع عشان تحدد الفلو لاين دايجرام بتاعك اللي هتمشي عليه. طيب عايزين نتكلم بقى بعد كده على الاستورج، التخزين. زي ما شفت من شويه، التخزين هو المرحله اللي بتيجي بعد الفلتر وقبل مين؟ وقبل الترمبات بتاعه الرف، هو الخزان الايه؟ الارضي. عندنا نوعين من التخزين، يا خزان ارضي يا خزان عالي. طالما كلمه خزان يعني ايه؟ يعني بنملى الميه بيه. الخزان ده بيكون ايه؟ بنقعد الميه جواه مده معينه. ليه بقى يا شباب؟ بص كده معايا، احنا لما كنا دخلنا وقلنا الميه اللي بجيبها من الانتيك، لو انا عايز ادخل للمحطه دي 100000 متر مكعب ميه، بطلب من الانتيك او بطلع من الانتيك دوت قد ايه؟ بطلع 100000 ولا بطلع 100 وشويه؟ ها؟ لو انا عايز انتج اطلع من هنا كده للشبكه كده 100000، بدخل هنا كام؟ قلنا بندخل 110. ليه؟ بزود 10% عشان في 3% ضايعين هنا سلادج، وفي 7% اللي كنت بغسل بيهم الفلتر. فاكرين الفيديو اللي فات حسبنا النسبه دي كام؟ لما حسبنا الكيو بتاعت الميه بتاعت الغسيل او كميه ميه الغسيل على كميه الميه الانتاجيه بتاعت المحطه، لقيناها من 6 ل 7%، كانت طالعه 6.5%. وبالتالي احنا بنفترض ان دي 7% ودي 3%، فانا بدخل للميه 10% زياده. يبقى انا كده لو هاخد للمحطه دي الميه اللي داخله لها كيو ماكسيمم مانثلي، لا ده انا بدخل هنا 1.1 كيو ماكسيمم مانثلي، يطلعوا لي من هنا 1.7 كيو ماكسيمم مانثلي، يطلعوا لي من هنا 1 الكيو ماكسيمم مانثلي، يبقى هيخش اللي جوه الجراوند تانك ده 1 كيو ماكسيمم، يبقى الجراوند تانك داخل له مين؟ الكيو ماكسيمم مانثلي. هل الناس بتشرب الكيو ماكسيمم مانثلي دي طول السنه؟ لا، ممكن يشربوا كيو افريج، يبقى انا كده اللي عندي ده خير وبركه وزياده، فهطلع لهم الافريج. وممكن يشربوا الكيو ماكسيمم ديلي اللي هو اعلى شويه، لو الماكسيمم مانثلي ده 100000 فالماكسيمم ديلي هتلاقيه 130000. طب امال الماكسيمم اورلي اللي كان بيساوي 2.5 في الافريج هتلاقيه طالع 170000 ولا 200000. طب امال الفروقات دي كلها اجيبها منين؟ اللي طالع لي من هنا 100000 متر مكعب في اليوم، انا الناس عايزت 130000 اللي هو الماكسيمم ديلي، الفرق ده بحطه فين؟ لو داخل هنا 100000 وطالع من هنا 100000، الميه اللي جوه الخزان دي هتنقص ولا تفضل زي ما هي؟ هتفضل زي ما هي.
وبالتالي الخزان دوت وظيفته انه يحتوي على الفرق بين الماكسيمم مانثلي والماكسيمم ديلي. اشمعنى؟ اصل الترومبات دي العادي بتاعها ان هي بتشتغل على الماكسيمم ديلي، ماشي كده؟ يبقى احنا هنشغل الترومبات دي على الماكسيمم ديلي، لما تعوز تسحب بقى الماكسيمم ديلي ها هيحصل ايه؟ هتقوم سحب لك الميه اللي جوه الخزان ده. فالحوض دوت لو في شويه ميه كده اهو، جواه شويه ميه، ودي ماسوره الدخول والخروج، او يعني انديكيشن كده بس. طول ما داخل هنا الماكسيمم مانثلي وطالع من هنا ماكسيمم مانثلي، منسوب الميه دوت ماله؟ ثابت زي ما هو. طب لو دخل هنا كيو ماكسيمم مانثلي والناس عايزه ماكسيمم ديلي اكتر شويه، هيبدا يحصل ايه لمنسوب الميه ده؟ هيبدا منسوب الميه ده يقل 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 لحد ما تقريبا الحوض دوت يفضى خالص. يبقى انت لازم تعمل حسابك ان الحوض دوت او الخزان ده يحتوي جواه كده كميه الميه اللي هتبقى جوه محطوطه هنا كده، دي هي مين؟ هي كيو ماكسيمم ديلي ناقص كيو ماكسيمم مانثلي. لمده قد ايه؟ الفرق ده بيحصل لمده قد ايه؟ لمده يوم. الفرق بين الماكسيمم ديلي والماكسيمم مانثلي ده لمده يوم كامل، اللي هو اقصى يوم. فاكرين الماكسيمم ديلي ده كنا بنحسبه ازاي؟ اقصى يوم الناس استهلكت فيه في الصيف، تمام؟ او اللي هو اعلى يوم في ال 90 يوم بتوع الصيف، في اعلى 3 شهور يعني. وبالتالي انت بتشوف الماكسيمم ديلي دوت لمده يوم كامل. يبقى اول حجم انا هطلعه للجراوند تانك ده على حسب الفانكشن بتاعته، انا هقول لك الوظائف بتاعته وانت هتحدد الايه الحاجات الارقام اللي هتحسبها في المسائل. وفي الامتحان او في المشروع التصميمي هتبقى مباشره جدا زي ما انت هتشوفها في الامتحان كده، هتحسب حجم اولاني اللي هو الفرق بين الماكسيمم مانثلي والماكسيمم ديلي، يديك الحجم المحتمل الاول. طيب وظيفه التانك دوت ايه كمان يا شباب؟ الكلور ده، مش انا لسه قايل لك من شويه ان انا هضيفه جوه التانك دوت عشان اخلطهم مع بعض؟ يبقى لازم يوفر لي كونتاكت تايم مع الميه هنا. طيب الكونتاكت تايم اللي الكلور عايزه مع الميه قد ايه؟ قلنا من شويه ان الكلور بيحتاج من نص لساعه، احنا هنقول نص ساعه بس. يبقى انت محتاج الحجم الثاني اللي هو نص ساعه في انهي كيو اللي داخله دي؟ اسمها كيو ايه؟ ها؟ كيو ماكسيمم مانثلي. يبقى الحجم الثاني هو الاولاني، او الحجم الاولاني نص ساعه في كيو ماكسيمم مانثلي، والحجم الثاني البالانس بين الماكسيمم ديلي والماكسيمم اورلي اللي هو كيو ماكسيمم ديلي ناقص كيو ماكسيمم مانثلي لمده يوم كامل. ماكسيمم ديلي ناقص الماكسيمم مانثلي، مش اورلي، معلش سوري، ماشي كده. طيب الحجم الثالث بقى، لو جه فرضا انه حصل مشكله في المحطه، لو حصل لنا يا شباب مشكله في المحطه وحبينا نغير مثلا ترمب، او حصل كسر في ماسوره، او المحطه اتعطلت لاي سبب من الاسباب، ايه اللي يودي الميه للناس؟ حصل اي مشكله في السكه دي كده والميه ما وصلتش للخزان الارضي، حصل اي طوارئ امرجنسي، فلازم التانك دوت الحجم بتاعه يكفي لك طوارئ لحد تقريبا النص، نص طاقه المحطه، اللي هو من 20 ل 40% طوارئ. يعني قد ايه؟ يعني من 4 ل 10 ساعات شغل تقريبا، نص اليوم يعني، ماشي؟ يبقى من 4 ل 10 ساعات في انهي كيو اللي داخله له اللي هي الماكسيمم مانثلي. يبقى انت لازم توفر لي كيو من 4 ل 10 ساعات في مين؟ في الماكسيمم مانثلي. بس طبعا بما ان دي بوحده الاور لازم احول ديت كمان ايه؟ متر مكعب بير اور، ماشي كده؟ اللي هو بيوفر لك من 15 ل 40% من طاقه المحطه. طيب في حاجه كمان كنا اتكلمنا عليها اللي هي الفاير ديماند. لو انا عايز ميه للحريق اروح اخد من الميه اللي الناس بتشربها؟ لا، ده انا بقول ان ميه الحريق دي بتبقى ميه زياده عن اللي الناس عايزاه، وبالتالي هجيبها منين؟ هجيبها برده من جوه المحطه. ميه الحريق دي هحط 80% من ميه الحريق دي جوه الخزان الارضي، و20% منها فين؟ في الخزان العالي. طب اشمعنى مش العكس؟ لان الخزان العالي دوت بيتعمل على ارتفاع 20 30 متر مثلا، وبالتالي تكلفه النظام الاستاتيكال سيستم اللي هيشيله كل ما تزود الحله بتاعت الخزان كل ما تحتاج قواعد تقيلة وخوازيق وشغل انشائي كتير، وبالتالي مش انا لا يفضل ان انا ازود الفوليوم بتاعه عشان ما يكلفنيش كتير. امال الراجل الغلبان ده بيتعمل تحت الارض، يعني اقل تكلفه، بيتعمل الخزان الارضي تفصيلته هنقولها دلوقتي، بيتعمل تحت في الارض. يبقى انت عندك الخزان الارضي، سوري معلش، الخزان الارضي الثلاث وظائف بتوعه هيطلعوا لك ثلاثه فوليوم. هعمل ايه؟ اخد مين فيهم؟ صغير ولا كبير؟ اخد اكبر حجم فيهم عشان يكفي الكل، يكفي دي ويكفي دي ويكفي دي. غالبا بيكون هو مين؟ بيكون هو بتاع الامرجنسي، ماشي؟ تاخد لي اكبر حجم في الثلاثه دول وتزود لي عليه كام؟ 8 من 10 من الفاير ديماند. يبقى التوتال فوليوم اللي انا عايزه في الاخر
هيساوي الماكسيمم بين سي 1 وسي 2 وسي 3 زائد سي 4 اللي هو 80% من فاير ديماند. ده الشكل بتاع الخزان الارضي، ما بتخش له من هنا وبيبقى فيه حوائط بافلز كده زي ما انت شايف، بحيث ان طبعا كل خزانين بيبقوا بينهم حيطه مشتركه، الميه داخله من هنا جزء الخزان ده وجزء الخزان ده، ما تخش من هنا تمشي كده 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 كده. ايه الفايده بتاعت الفسحه اللي بنفسح فيها الميه ديت؟ ان انا الميه داخله وفي ماسوره كلور صغيره بتبقى موجوده هنا، اخلط الميه مع الكلور فين؟ في بعمل بينهم كونتاكت في الحته دي كده عن طريق البافلز اللي موجوده دي. يبقى اول فايده للبافلز او الحوائط دي، لانها في صوره اوضح الصوره دي، اول فايده للحوائط اللي قدامك دي كده، ها هي مين؟ هي ان هي بتوفر طريقه هيدروليك لخلط الكلور مع مين؟ مع الميه. طيب ايه تاني؟ الميه هتخش من هنا، بيبقى عليها محبس قفل اللي هو الابيض المدور ده ومحبس عوامه، بحيث ان الميه لو مالت الحوض ده الخزان دوت او الناس جم بالليل وما بيستهلكوش ميه، ما يفضلش ده يصب كده لحد ما الخزان يفيض، لا يبقى في حاجه تقفل الايه؟ المحبس ده اوتوماتيك، ما تدخلش ميه تاني بحيث ان الخزان خلاص اتملى. سطح الميه بتاع الخزان بيكون ماشي مع سطح الارض، ليه؟ بحيث ان انا احافظ على الميه يكون درجه حرارتها قليله، ماشي؟ عشان لو الميه درجه حرارتها زادت هيزود نشاط البكتيريا وهي ايه؟ هيرجع لي الملوثات، لو في ملوثات يعني هيزود الايه؟ النشاط بتاع البكتيريا. بيكون في هنا زي ما انت شايف كده في الاليفيجن فتحات كده اسمها اير فينتس، فتحات مواسير كده محطوطه وعليها شبكه عشان ما تدخلش اي حشرات ولا حاجه. المواسير دي ليها فايدتين، اول حاجه ان الميه يكون جواها هواء، يكون فيه في الحته اللي فوق الفاضيه دي كده هواء، وبالتالي الميه ما يحصلهاش تعفن او ما يتكونش فيها اي كائنات انت مش عايزها يعني. تاني حاجه في الفتره بتاعت الملء بتاعت الخزان اول مره، لما اجي املى الخزان لاول مره اللي بيحصل الفتحات ديت هي الاسقاط بتاعها المربعات دي في البلان، المربعات دي هي الاير فينتس مش كده؟ لما باجي املى الحوض دوت لاول مره الحوض فاضي جواه هواء، كل ما الميه تخش تزيح الهواء دوت كده، لو مفيش منفس للهواء دوت كده ممكن يعمل ايه؟ ممكن يبوظ الصمامات او المحابس اللي موجوده هنا دي، الهواء كله يتجمع فيها كده وخلاها تنفجر، وبالتالي لازم الاير فينت دي عشان تنفس اثناء ملء الخزان لاول مره. في حاجه كمان، في تندنس في القاع، في ميل في القاع كده بعمله. ايه الميل دوت؟ الميل دوت عشان الميه اللي بتبقى موجوده تحت، اول حاجه بعمل الميل دوت عشان الميه اللي تحت دي بس هي اللي ما تطلعش، وعشان لو في اي رواسب تتجمع وتنزل لك هنا. ايه كمان؟ ان انا لو عندي ادي الحوض اهو ومشيته كله عدل وانا باخد الميه من هنا، بحاول ارفع الماسوره ايه نص متر كده ولا حاجه او 30 سنتي 20 سنتي حاجه زي كده، بحيث ان انا ما اخدش الرواسب الموجوده تحت دي. طيب لو انا لو انا رفعت الماسوره كده كل الميه اللي فوقيها هتطلع معايا، امال الميه اللي تحت دي كلها مش خرجت؟ طبعا الميه اللي تحت دي كلها هتبقى راحت عليا. طب دي حبه قليله ولا كتيره يا باشمهندس؟ التانك دوت زي ما انت هتصمم كده هتلاقي طوله بيبقى حدود 50 متر مثلا، تمام؟ فدي لو ارتفاعها 10 سم ولا 20 سم في 50 متر، لا ده كميه ميه كبيره، فعرضه بيبقى 25 مثلا، العرض بيبقى نص الطول، ماشي؟ بيبقى حجم كبير جدا، 15000 متر مكعب 20000 متر مكعب مجموع الخزانات كلها. فانا لو وقعت شويه الميه دي كلها في كل الخزانات فانا طلعت كميه ميه كتير جدا، تمام؟ هدرتها يعني، وبالتالي بيجوا يعملوا ايه؟ بيجوا قصاد فم الماسوره دي ويعمل القاع بتاعه العادي خالص، وبعدين يجي هنا يقوم مميل الحته دي كده كده، ماشي؟ بحيث ان شويه الميه دول بس كده هم دول اللي ايه؟ اللي ممكن افرط فيهم، هم دول اللي ما يطلعوش، والباقي كل اللي في الخزان دوت بايه؟ بيطلع لي بره. مش عارف بقى الناس يعني واخده بالها من الرسم ولا لا. طيب ايه كمان ممكن نقوله هنا؟ زي ما قلت لك دوت بيبقى عرضه مثلا 40 50 متر طوله وعرضه 20 متر. هل في سقف؟ طبعا متغطى اهو، متغطي بسقف. هل في سقف ممكن افرده في الجزئيه دي؟ في، ممكن اعمل سقف بريسترس بس ماله؟ غالي، تمام؟ وبالتالي بحط البافلز دي حوائط كده تبقى شايله السقف، بحيث ان هي تقسم لك الحتت دي تبقى ايه؟ كل باكيه 2 متر 2.5 متر 3، بحيث ان انا اقدر اعمل كل سقف من دول لوحده كده سوليد سلاب، ده سوليد سلاب، ده سوليد سلاب، عشان اقدر اشيل الايه؟ بعمل الاستاتيكال سيستم اللي يشيل السقف يعني. يبقى وظيفه البافلز دي ان هي تقلب الميه، وايه كمان؟ وان هي تشيل السقف ده.
طيب ايه كمان؟ طبعا البافلز تاني ان هي بتمنع الشورت باس، لو الميه دي ما فيش حوائط اصلا في النص كده، الميه هتمشي من هنا لهنا على طول كده، والميه اللي في الجناب دي كلها هتبقى ديد زون. يعني ديد زون قاعده كده على طول لحد ما تعفن، والميه اللي شغاله كده على طول. فده بيعمل ايه؟ بيزود المسار بتاع الميه، منها بتتخلط مع الكلور ومنها بيعمل ايه؟ بيقلل، بيمنع الشورت باس. طيب التصميم بقى، ديزاين ميثود، زي ما قلنا هطلع كيو ديزاين اللي هي الماكسيموم مانثلي، واحد ونص في الافريج او حسب ما هو يديك البيك فاكتور. اطلع الحجم الاولاني بتاع نص ساعه للكونتاكت مع الكلور، والحجم الثاني الفرق بين الماكسيموم ديلي والماكسيموم مانثلي، والحجم الثالث اللي هو الامرجنسي من 4 ل 10 ساعات هو هيحدده لك في المساله، والحجم الرابع اللي هو 8 من 10 في الفاير ديماند. باخد الفوليوم الاساسي هو مين؟ هو الكبير من الثلاثه الاولانيين، وازود عليه السي 4. طيب الحجم ده بيساوي ايه؟ بيساوي ال N في L في B في D. دي مش 2، دي N. ماشي؟ دي N، دي غلطة بس. ال 2 دي المفروض ان هي N. الطول بيبقى قد ايه؟ اقل من 50 متر، والطول قلنا ضعف العرض، والدبس من 3 ل 5 متر، وال N يكونوا اكتر من 2. هو هيقول لك بقى مثلا زي في الامتحان كده في الفاينل، قال لك ايه؟ مباشرة جدا. يعني الموضوع ان شاء الله مش محتاج حاجة. المسألة بتاعت الجراوند تانك والالفيتد تانك هي اللي قدامك، مدي لك الفيوتشر بوبيوليشن 250,000 والافريج ووتر كونسامشن 180 والمحطه شغاله 24 ساعه، ومديك جدول كده في او رسمه كده فيها الاستهلاك. دي هنقولها كمان شويه مش هنحتاجها دلوقتي. عايز الافريج ديزاين فلو ريت كيو افريج، بوبيوليشن ووتر كونسامشن على الاقل. مباشر جدا، شايف حاجات سهله خالص. طيب بيديك المانثلي بيك فاكتور، وعايز الكيو ماكسيموم مانثلي 1 و4 اللي هو المانثلي اللي هو مديهولك في الافريج. طيب السي تي دي الديلي بتاعها بكام؟ كيو ماكسيموم ديلي 1.8 في الافريج. ادي نقطه كمان سهله، كلها حاجات سهله اهي. فور ذا سيتي الماكسيموم اورلي، كيو ماكسيموم اورلي 2.5 في الافريج. طيب خش على الجراوند تانك بقى. فور ذا ديزاين اوف جراوند ريسيرفوار ذا مينيمم ريكوايرد ستورج فوليوم اديكويت فور ايكوالايزيشن بيربس. يعني ايه ايكوالايزيشن؟ يعني البالانس، يعني اعمل تعادل، يعني عشان يعمل معادله بين الماكسيمم مانث اللي داخل والماكسيمم ديلي اللي بتسحب، محتاج حجم قد ايه؟ اللي هو الفرق بين الماكسيمم ديلي والماكسيمم مانثلي لمده يوم واحد. الماكسيمم ديلي 1.8 في الافريج، انت كنت لسه حاسبه فوق 81,000 ناقص ال 1.4 في الافريج اللي انت لسه حاسبه برضه اللي هو 63,000. ممكن تطرح الارقام على طول يعني في واحد، 81,000 ناقص 63,000 هيدي لك 18,000. ماشي كده؟ ده الحجم الايه؟ الاولاني. طيب الحجم الثاني قال لك فور ذا ديزاين جراوند ريسيرفوار المينيمم ريكوايرد ستورج فوليوم فور ايمرجنسي كيس اباوت كام؟ 10 اورز. هو قال لك الطوارئ دي كام؟ 10 ساعات في اليوم. يبقى احنا هنضرب ال 10 في مين؟ نضرب 10 ساعات في الكيو ماكسيمم مانثلي. بس خلي بالك دي اور، والماكسيمم مانثلي 63,000 متر مكعب بير داي، فبقسمه على عدد ساعات التشغيل بتاعتي اللي هم 24 ساعه. هو قال لك المحطه شغاله 24، طب لو شغاله 20 ساعه هقسم على 20. ماشي كده؟ طيب تاني الجراوند ريسيرفوار المينيمم ريكوايرد ستورج فوليوم فور ديس انفكشن بيربوس، عشان اعمل تطهير محتاج نص ساعه في الماكسيموم مانثلي اللي هو مقسوم على 24. طلع معايا ثلاث حجوم، هيطلب منك بعد كده الفاينل ديزاين كاباسيتي، الحجم النهائي هو الكبير من الثلاثه، وزود لي عليه 8 من 10 في الفاير ديماند اللي هم 120 في عدد السكان على 10,000، يطلع لك الايه؟ الحجم النهائي. مباشره جدا. ماشي يا شباب؟ ده بالنسبة للجراوند ستورج. دي طبعا مسألة عليه برضه، هي نفس الفكرة، بس هنا خلي بالك مدي لك السمر ووتر كونسامشن، الاستهلاك بتاع الصيف. احنا عايزين الافريج ووتر كونسامشن، فهقسم على مين؟ على البيك فاكتور اللي هو 1.4. جبت الووتر كونسامشن الافريج، وحل المسألة بتاعتي عادي، اطلع الماكسيموم مانثلي والماكسيموم ديلي، واطلع الاربع حجوم وعادي خالص. ماشي؟ وقايل المحطة شغالة عدد ساعات؟ لا، هم 24 ساعة، فانت شغال ايه؟ عادي زي المسألة اللي فاتت بالظبط. لو في حد عنده مشكله فيها يبقى يبعت لي. طيب بالنسبه بقى للخزان العالي، الخزان العالي الغرض منه قلنا من شويه ان انا بدخل له الميه داخله من هنا ماكسيمم ديلي للشبكه. طب افرض الناس عايزه ماكسيمم اور دي اللي هو الساعه 2 الظهر في اقصى يوم، في اقصى ساعه في اقصى يوم في الصيف، الناس كلها بتسحب ميه وسحبت الميه اللي موجوده جوه الخزان ده كله، ولسه برضو محتاجين ميه، فبيحصل ايه؟ اوتوماتيك التانك ده بيبقى متوصل مع الشبكه كده،
بحيث ان اول ما يلاقي الضغوط في الشبكه قلت يعمل ايه؟ يقوم منزل الميه اللي جواه دي. طب الحله بتاعته بتبقى حجمها قد ايه؟ قد الفرق بين اللي الناس عايزاه واقصى استهلاك، يعني اللي طالع من المحطه واللي الناس عايزاه. طب الناس عايزه ايه؟ عايزه ماكسيمم اورلي، واللي طالع لي من المحطه ايه؟ ماكسيمم ديلي. يبقى لازم الفرق دوت اللي هو كيو ماكسيمم اورلي ناقص الماكسيمم ديلي يكون موجود جوه التانك ده. طب الفرق ده شغال لمده قد ايه يا شباب؟ يعني لمده قد ايه الفرق ده هيبقى موجود؟ ها؟ احنا بنفضل في حاله ذروه قد ايه؟ ساعه، ساعتين، 3 ساعات، اللي هم الساعه 12، 1، 2 بتوع الظهر. فاحنا بنضرب الكيو دي في ايه؟ في زمن. عشان تطلع الفوليوم، تعالى هنا كده تاني، عشان اطلع الفوليوم قلنا بيساوي كيو ديزاين في مين؟ في ريتنشن تايم. الكيو ديزاين هي الفرق بين الماكسيمم اورلي والماكسيمم ديلي في زمن قد ايه بقى؟ ما انت لازم تضرب لي الكيو دي في زمن. في الزمن قد ايه؟ قلنا لو المحطه شغاله، قصدي الفتره بتاعت الذروه 3 ساعات، يبقى احنا دايما هنثبت الرقم 3 ده. وثلاث ساعات ملوش دعوه بساعات تشغيل المحطه، الراجل ده بيبقى جوه المحطه ولا بره؟ الاليفيتد تانك بره المحطه، وبالتالي دايما هقسمه على 24، امال ده حسب ساعات تشغيل المحطه. يعني الثلاث ساعات بتوع الذروه دول مقسومين دايما على 24. يعني انت لو عايز تحولها من متر مكعب بير دي لمتر مكعب بير اور، ده دايما هقسمه على 24، امال ده؟ لا، هقسمه على عدد ساعات تشغيل المحطه. ماشي؟ ده ملوش دعوه بالمحطه خالص، دوت بره اليوم بتاعه 24 ساعه عادي جدا. مش كده؟ ده الحجم بتاع الخزان بتاعه. طيب بجيبه منين الحجم دوت؟ باخد الحجم ده، الفرق بين الماكسيموم اورلي والماكسيموم ديلي لمده 3 ساعات، في 3 على 24 دايما. بزود عليه مين؟ ال 20% من الفاير ديماند، باخد الحجم ده كده وازود عليه 20% من الفاير ديماند. بس خلي بالك بقى من حاجه، الخزان العالي دوت بنحسب الحجم بتاعه من طريقتين. الطريقه اللي هي المباشره دي بنسميها الامبيريكال ميثود، الطريقه التقديريه دي اللي هي الفرق بين 2.5 الافريج ناقص 1.5 في الافريج لمده 3 ساعات، 3 على 24 ثابته اهي، وازود عليها 2.1 من الفاير ديماند. الحجم ده مش دايما هو اللي باخده يا اما من هنا من الامبيريكال ميثود دي، يا اما من حاجه اسمها التوتال ماس كيرف. المنحنى ده الدكتور عماد شاله السنه دي. ماشي؟ يبقى الجزء بتاع التوتال ماس كيرف ده مش هنشرحه، وبالتالي انت غير مطالب بالرسمه دي والرسمه اللي بعديها والجدول، المساله اللي هتتعمل من الجدول ده كده والرسومات دي كلها مش مطالب بيها، بس انا هقولها لك في عجاله كده بسرعه. ماشي؟ اللي عايز يسمعها يسمعها، واللي مش عايز يجرد دقيقتين دول. التوتال ماس كيرف ده بيعتمد على ايه؟ على ان انت عندك الاستهلاك بتاع الساعات، الساعه 1 والساعه 2 والساعه 3 والساعه 4 لحد الساعه 24 بتاعت الناس استهلكت قد ايه؟ ماشي كده؟ وعندك الخط بتاع الترومبه شغاله 24 ساعه بنفس المعدل، بتطلع 10 لتر في الثانيه مثلا، 10 20 30 40 50 60 70 80 كذا لكل بني ادم، بحيث ان انت في الاخر مجموع اللي طلعت الترومبه اللي هو ال 120 ده هو مين؟ هو الووتر كونسامشن بتاع الفرد. يعني لو متوسط استهلاك الفرد 120، فانت هتلاقي الخط ده توصل من الصفر لحد كام؟ لحد 120. طب متوسط استهلاك الفرد الووتر كونسامشن 200، هتلاقيه واصل لحد 200 وهكذا. طيب الخط دوت هيمثل الترومبه، والخط الثاني دوت هو الاستهلاك بتاع الناس التراكمي، يعني الناس استهلكت النهارده كام، دلوقتي الساعه 1 كام، والساعه 2 والساعه 3 والساعه 4 وهكذا. اقصى فرق ده واقصى فرق ده هو مين؟ هو كميه الميه اللي الناس عايزاها. اجمع الاي والبي دول مع بعض بحيث ان هو يديني الكميه اللي الناس او اللي الفرد استهلكها. طيب الاي والبي ده الووتر كونسامشن، ان استهلاك كام لتر في الايه لكل بني ادم في اليوم، واضربه في عدد السكان بتوع المدينه، واضرب في كام؟ في 1.8. اشمعنى؟ احنا قلنا اللي هيطلع من الترومبات هو كيو ماكسيمم ايه؟ كيو ماكسيمم ديلي، وكيو ماكسيمم ديلي كان بيساوي 1.5 في 1.8 في الافريج. الافريج اللي هو البوبيوليشن في الووتر كونسامشن. البوبيوليشن انا هديه لك في المثال، الووتر كونسامشن اللي هو ايه زائد بي. طيب بجيب اقصى قيمه دي واقصى قيمه ازاي؟ باخد موازي للخط بتاع الترومبه ده كده بالمسطره بتاعتي، موازي للخط ده كده لحد هنا ولحد ايه؟ ولحد فوق، بحيث اجيب اقصى مسافه من هنا واقصى مسافه من هنا، واقوم ايه؟ واقوم جامع المسافتين دول مع بعض. يبقى هناخد المسافه ايه وبي ونجمعهم مع بعض واضربه في البوبيوليشن على 1.8، تمام؟ وهكذا بقى. طيب الجزء ده الدكتور شاله من عندنا. نرجع بقى نكمل الايه؟ الجزء النظري. الخزان ده بيشتغل ازاي بقى؟ هو الشكل اللي قدامك ده، عايزين نعرف التفصيله بتاعته.
طبعا المكان بتاع الخزان يا اما يتحط يا دوب بعد الترمبات في اول المدينه يعني، يا اما في نص المدينه يا اما في اخر المدينه. طيب ايه الفرق بين كل واحد والتاني، او ايه الفرق بين كل مكان والتاني؟ دلوقتي عندنا من حيث الغرض ده قلنا الوظيفه بتاعت الخزان العالي. طيب من حيث المكان بقى، لو في اول المدينه طيب يا شباب بالنسبة للمكان بقى بتاع الخزان، لو كان في أول المدينة ده هيظبط الضغوط في بداية المدينة، زائد إن هو هيعمل حاجة كويسة جدا في البامب ستيشن، إن الترمبات دي طول ما الناس بتسحب بمعدل متغير فالترمبات شغالة شوية عالي وشوية إيه قليل. أمال لما أدخل المية على الخزان هيبدأ الخزان ده هو الهيد بتاعه ثابت أهو، ويبدأ طول ما أنت ماشي الهيد عمالة يقل اللي فيه هيد لوس يعني، وبالتالي هيثبت الهيد بتاع الترمبة. الترمبة كل اللي عليها إن هي بتملاه وهو يوزع على الايه؟ على المدينه. ده بيسموه خزان في البدايه، هنا بيسموه سيرج تانك اللي هو خزان ايه؟ تغذيه يعني، بيغذي المدينه بالميه. طيب الفائده بتاعته او المميزات بتاعته ان هو بيحمي المدينه من حاجه اسمها الووتر هامر. ايه الووتر هامر؟ او بيحمي الشبكه والبامب ستيشن من الووتر هامر. لو الكهرباء قطعت على البامب ديت الميه اللي مزقوقه ببريشر عالي دي كلها هتقوم راجعه في الشبكه، يا اما لو ما لقيتش مسار حاجه تتفرغ فيه هتبوظ يا اما البامب ستيشن يا اما تخلي المواسير نفسها تنفجر يعني. طيب وظيفه الراجل ده ايه؟ بيبقى في محبس اسمه بريشر ريديوسر فالف، محبس تخفيف ضغوط، بيبدا يسحب الميه دي كده زي ما هنشوفه دلوقتي ويملى الحله بتاعه التانك بتاعه، مش كده؟ يبقى ديت الميزه بتاعته لما يتحط ورا البامب ستيشن، يظبط الهيد بتاع البامب ستيشن ويمنع الايه؟ الووتر. طيب لو حطيته في نص المدينة، في نص المدينة هتبدأ البامب ستيشن تطلع الهيد بتاعها هنا ويقل الهيد بتاعها طول ما هي ماشية، والتانك بتاعنا هيبدأ يوزع المية بقى على الحتة دي والحتة دي. مشكلته إن أنا لو عايز أتوسع في المدينة هنا مش هعرف أتوسع، مش هعرف أعمل توسع عمراني في الحتة دي ولا فين الجزء الأول، يبقى الحتة اللي حوالين التانك بس هي اللي هيبقى الضغوط فيها متظبطة. طبعا هيحمي الشبكة جزئيا من الووتر هامر. في اخر المدينه غير بقى عكس بقى الكلام دوت، هيسمح بالتوسع الامراني، ممكن ان انا ازود بيوت هنا في الحته ديت واظبط الضغوط عندها. الضغوط في اول المدينه لحد ما تكون كويسه عشان البامب ستيشن، وفي اخر المدينه لحد ما كويسه، بس نص المدينه هو اللي هيكون ايه؟ مظلوم شويه، مش كده؟ وطبعا لا يحمي الشبكه والبامب ستيشن من الووتر هامر، لو الميه رجعت كده هو بعيد عنها، ماشي يا شباب؟ طيب ده الايه؟ الخزان العالي. طيب التفصيله بتاعته بقى، بص كده عندي، احنا اللي هندرسه هو الخزان بتاع البالانس اللي هو بيعمل موازنه مش اللي بيغذي، اللي هو ايه؟ احنا عندنا نوعين، يا اما بالانس يا اما فيدنج. اللي بيعمل بالانس ده اللي هو ميه، ده يعني لو الشبكه محتاجه ميه بيبدا يطلع لها ميه، لو فيها ميه زياده بيبدا ياخد الميه الزياده. بص كده الميه ماشيه في الشبكه اهي، وجت الساعه 2 الظهر او الساعه 1 بالليل او 2 بالليل ومفيش ميه، محدش بيسحب ميه، هتبدا الميه اللي موجوده جوه الشبكه دي تطلع في الماسوره بتاعه التغذيه، هي ماسوره واحده اللي قدامنا دي كده للتغذيه والمين وللتفريغ الاثنين، بتملى ميه وتفضي ميه. الميه وهي بيحصل تغذيه بتبدا تمشي في الماسوره دي كده، تيجي تخش على المسار ده كده تلاقي محبس نان ريتيرن فالف وراه محبس قفل سلوز فالف. المحبس النان ريتيرن فالف ده ما يدخلش الميه وهي طالعه كده، فتلاقي السكه دي مقفوله يعني مايل كده بزاويه ايه؟ زي ما كنا خدناها قبل كده، الماسوره بتاعته عامله كده، هو عامل كده بحيث ان المايه تيجي تخش كده ما تعرفش تعدي، ممسوك هنا بمفصله كده، تيجي تخش ما تعرفش تعدي، المايه اللي طالعه هي اللي ممكن تعدي، اما المايه اللي داخله ما تعرفش تعدي خالص. محبس النان ريتين فالف ده تلاقي السكه مقفوله تقوم المايه مكمله وطالعه معانا هنا فوق. اول ما تلاقي هتلاقي المسار دوت قريب والمسار ده بعيد، هتمشي في المسار القريب اللي هو الايه؟ السهل يعني. فالمايه تخش على دوت كده وفي هنا محبس عوام تملى الايه؟ التانك من جوه، يبقى التانك كده بدأ يتملي، عماله يتملي يتملي طول ما الضغوط في الشبكه عاليه، طول ما هو عماله يتملي، اول ما يوصل للحق للمنسوب اللي انت محدده، المنسوب التصميمي بتاعه، هيقوم لامس في العوامه ديت كده وايه؟ وقافل الحته دي. طيب افرض انت مليت الخزان ولسه في ميه في الشبكه، او حصل انقطاع للتيار مره واحده وجت الووتر هامر ديت كده شديده، وفي كميه ميه كتير دخلت ملت التانك دوت وده قفل. هتيجي الميه تخش هنا وبكميه كبيره مش هتعرف تخش، هتعمل ايه؟ هتبدا تروح على المسار ده، هو ده بقى فيه البريشر ريديوسر او ريليز فالف،
المحبس بتاع تخفيف الضغوط. المحبس بتاع تخفيف الضغوط ده بيبقى شكله عامل ازاي يا شباب؟ بيبقى بالمنظر ده كده. الدكتور حاطه في المحاضرة تقريبا، يعني الصورة بتاعته موجودة. ايوه هو اللي قدامك ده. المية داخلة من هنا، بيبقى فيه عبارة عن سوستة كده سبرينج، تمام؟ سبرينج دوت المية لما جت دخلت هتضغط عليه هيقوم مزقوق وداخلة من الناحية التانية. اهو بص كده شوف اهو السبرينج ده، تخيل ان هو هنا طالع لحد الحتة دي كده، المية جت دخلت زقت السبرينج ده وقامت داخلة من هنا كده وماشية هنا. فين؟ رايحة للصرف، بحيث ان هو ما يعملش اوفر فلو للخزان ده او للتانك بتاعه ده لو المية وهو بيملى. طب وهو بيفرغ اوتوماتيك، اول ما يحس ان الشبكه فيها الضغوط قليله الساعه 2 الظهر ولا الساعه 1 الظهر، اوتوماتيك محبس القفل ده بيقوم فاتح والميه تقوم خارجه من هنا كده، الميه النظيفه، وطالعه رايحه فين؟ في اتجاه الشبكه عشان تقوم. طيب ده كده التشغيل بتاعه. عايزين نشوف بقى التنظيف او الاحتياطات. في حاجه هنا اسمها اوفر فلو بايب، مش اوت فلو، دي اسمها اوفر فلو او اوت فلو، ماشي يعني شغال اوت فلو او اوفر فلو بايب. ايه دي بقى؟ دي بتبقى ماسوره انا حاطط المنسوب التصميمي بتاعي مثلا منسوب 10، باجي عند منسوب 10 ونص بحيث لو المحبس ده جت الميه دخلت وكسرته مثلا، او البريشر ريديوسر فالف مثلا جت جزء من الميه دخل من هنا وجزء من الميه كسر محبس العوامه ده، فبدا المنسوب يعلى عندي، اعمل ايه؟ هيقوم الميه داخله في الماسوره بتاعت الاوفر فلو دي وطالعه فين؟ في الماسوره بتاعت الصرف. حاجه كده زي اللي بتبقى زي اللي في الحوض بتاع الحمام كده، يعني بتلاقي في الحوض كده في خرم كده محطوط في وسط الحوض ده، ليه؟ بحيث ان الحوض لو اتملى ميه تبدا تخش في الفتحه ديت كده وتنزل مع الميه بتاعه الصرف عادي، بحيث ان الميه ما تكبش من جوه الايه الحوض. طيب عايزين ننظف التانك ده، هبدا افضي الميه من المحبس القفل اللي هنا دوت كده في الماسوره بتاعه الغسيل وفضيناه خالص، وينزل الراجل ينظفه تحت، وبعد كده ايه يتحط فيه ميه ويتغسل وتسحب الميه بتاعه الصرف دي كلها منين؟ من الاتجاه بتاع الصرف. ماشي كده يا شباب؟ ده التشغيل بتاع الخزان. برضو التايب اوف بامبنج دي الدكتور ما اتكلمش عنها، بس برضو عشان تبقى عارفها، انت ممكن تخلي الميه تخش من المحطه بتاعه الرفع للشبكه على طول، ده اسمه دايركت بامبنج، ماشي؟ او باستخدام البامبنج والستورج، تستخدم محطه رفع وخزان خزان عالي يعني. طيب افضل مكان للخزان العالي يا شباب، في الاول ولا في النص ولا في الاخر؟ الافضل التلاته، افضل حاجه ان انت تحط واحد في الاول واحد في النص واحد في الاخر، وطبعا بس ده تكلفه عاليه، بس هو الافضل هيدروليكيا يعني عشان الضغوط في المنطقه كلها تبقى متحسنه وزي كده. ماشي يا شباب؟ تقريبا كده ان شاء الله ما فيش حاجه تانية ناقصه، اتكلمنا على كل حاجه بالنسبه للمساله بتاعه الفاينل في الخزان العالي. عايز الاليفيتد تانك المينيمم ريكوايرد ستورج فوليوم فور بالانس الماكس بالانس الماكسيمم اورلي ديورينج الدي، ها عشان اعمل بالانس للماكسيمم اورلي، الماكسيمم اورلي ناقص الماكسيمم ديلي لمده 3 ساعات ثابتين، اللي هي 3 على كام؟ على 24 ثابت، تطلع الرقم تختار اقرب اجابه لي. طيب بعد كده قال لك المينيمم ديزاين ستورج فوليوم من الكوميوليتيف كيرف اللي هو المنحنى اللي هو كان مديهولك في المساله في الامتحان، هو كان راسم لهم المنحنى. كل اللي عليك ان انت هترسم الخط اللي في النص ده كده، وتاخد موازي بره وموازي جوه وموازي هنا، وتشوف المسافه ايه والمسافه بي، وتعوض تجيب الايه القيمه. بس الجزء دوت بالنسبه لكم السنه دي الدكتور عماد لغاه، فانت مش هتعمل كده، انت هتعمل الامبيريكال بس. طيب بعد كده الفاينل ديزاين كاباستي بتاعت الاليفيتد تانك، ها الحجم النهائي هو الكبير من الاثنين دول، انت بالنسبه لك هتاخد ده على طول زائد 2 من 10 في الفاير ديماند، وتطلع الايه الحجم بتاعك. اتمنى الموضوع كده يكون واضح ان شاء الله بالنسبه لنا في الصحيه. الحاجه هتكون بحث هيتسلم، الدكاتره هتنزل لكم تقريبا من يوم 5 5 5 ليوم ليوم 7 5 التفاصيل بتاعه البيانات، والتسليم هيكون تقريبا في اخر 5 اول 6 حاجه كده، معاكم مده طويله ماشي. التفاصيل دي كلها الدكاتره هتنزلها لكم ان شاء الله على الجروب، وان شاء الله نشوفكم على خير كده، وكل سنه وانتم طيبين. ما تنسانوش من الدعاء المحاضرة الأخيرة دكتور أحمد إن شاء الله هينزلها نظري بتاعة الشبكات، لو عايزين المذكرة والشيت بتاعها إن شاء الله هنزلها لكم على الدرايف للمعرفة بس، مش هيجي منها حاجة في الامتحان ولا في المشروع البحث. سلام عليكم.